السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنحل مع بعض امتحانات على يونت 3 الوحدة الثالثة منهج كونكت 4 منهج الصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2025 من كتاب المعاصر. بنشرح مع بعض المنهج بالكامل وبنحل كتاب المعاصر، وهتلاقوا كل ده في قائمة التشغيل في صندوق الوصف اسفل الفيديو. فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدأ مع بعض. بيج 121 صفحة 121 تيست 5 الامتحان الخامس on unit 3 على الوحدة الثالثة. السؤال الأول زي ما تعودنا listen and circle، استمع وضع دائرة. The correct answer، حول الإجابة الصحيحة. From A B C or D، من الأربع اختيارات نسمع ونختار. There are many plant habitats in agricultural habitat. In agricultural habitat farmers grow food. Farmers grow food for us to eat. They plant bean plants and orange trees. Orange trees. There are plants that grow near rivers and lakes, like lotus flower and reed. They need a lot of water to grow. ده بالنسبة للسؤال الأول. نص استماع. نسمع ونحل. السؤال الثاني اختياري على الوحدة. There is not much rain. لا يوجد الكثير من الماء. إن زي هتبقى desert habitat في البيئة الصحراوية. Not grow under the soil. من اللي بينمو تحت التربة. Roots. الجذور. Farmers work in not habitat. الفلاحين بيزرعوا أو بيشتغلوا فين؟ In agricultural habitat. في البيئة الزراعية. The land is very not. الأرض إيه؟ It needs a lot of water. تحتاج الكثير من الماء. يبقى dry. مادام الأرض جافة تحتاج الكثير من الماء. السؤال التالت أكمل القطع. Tomatoes have seeds inside. الطماطم بذور بداخلها. We can take the nut and grow new tomatoes. نستطيع أن نأخذ إيه؟ The seeds. البذور. ممكن ناخد البذور ونزع طماطم جديدة. We plant a seed. بنزع بذرة. And nut it every day. And water it. وبنرويها كل يوم. Water هنا جاية فعل بمعنى يروي. The roots. الجذور. Grow under the soil. تنمو تحت التربة. الجذور تحت التربة. The plant grows flowers. ينمو النبات لزهور. And the flowers والزهور become تصبح tomato fruits. فواكه الطماطم. السؤال الرابع قطع عليه أسئلة. نقرأ قطعة ونترجمها ونحل الأسئلة. My brother أخي مازن is interested in flowers. مهتم بالزهور. He is doing research. بيقوم ببحث. About the life cycle of a sunflower. عن دورة حياة زهرة عباد الشمس. The sunflower is a big yellow flower. هي زهرة صفراء كبيرة. First أولا we plant the sunflower seed. بنزع بذرة زهرة عباد الشمس. In soil في التربة. And water it وبنرويها. Next ثم the seed germinates. تنبت البذرة. And it starts to grow. تبدأ تنمو. Roots. جذور. Under the soil. تحت التربة. After that. بعد ذلك. The shoot. النبتة. Grows above. بتنمو أعلى. Page 122. صفحة 122. The soil. احنا قلنا ايه؟ النبتة تنمو فوق التربة. The soil. It grows leaves. بتنمو أوراق. It gets taller. بتبقى أطول. After about 4 months. بعد حوالي 4 شهور. The sunflower opens. بتتفتح. Sunflower. زهرة عباد الشمس. And faces the sun. وتواجه الشمس. Finally. في النهاية. The sunflower dies. تموت sunflower. And drops its seeds. وبتسقط بذورها. The process begins again. تبدأ العملية مرة تانية. Choose اختار. This text. هذا النص. Is about the life cycle. عن دورة حياة. Of the sunflower. أكيد. The seed نقط. And it starts to grow roots under the soil. يبقى البذرة germinates. تنبت. وتبدأ تنمو جذور تحت التربة. Answer أجب. Summarize the text in one sentence. لخص النص في جملة واحدة. ممكن نقول إيه؟ مازن is doing research. مازن بيعمل إيه؟ بيعمل بحث. About the life cycle of a sunflower. اي تلخيص يشمل المعنى تبقى صح. عايز تكتب ان sunflower ليها خطوات او مجموعة من الخطوات عشان
ترجع تاني مفيش مشكلة. What happens at the end of life cycle of the sunflower؟ اللي بيحصل في نهاية دورة حياة السنفلاور؟ هقول it dies، بتموت. And drops its seeds، وبتسقط بذورها. The process، والعملية. Begins again، بتبدأ مرة تانية، بتبدأ مرة تانية. السؤال الخامس صحح. Who is the fast boy in the class؟ خالد. Who is the fastest؟ من أسرع ولد في الفصل؟ خالد. This boy is help، he helps everyone. أنا عايز صفة. الولد ده helpful، مفيد، مساعد، هو بيساعد كل واحد. I think، أعتقد. The lion is the more dangerous animal، تبقى the most، أعتقد أن الأسد الأخطر حيوان. A daisy is taller than، لا taller than، هي أطول من. A lotus flower، زهرة اللوتس. السؤال السادس بنك تويت على مدى الترقيم. Which plant is the tallest؟ أي نبات الأطول؟ هنا الـ W capital، وده سؤال، يبقى في النهاية question mark، علامة استفهام. السؤال السابع اكتب باراجراف من 18 كلمة عن agriculture habit، البيئة الزراعية. أول حاجة بكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، لازم أحط العنوان بين علامات تنصيص. بسيب مسافة في أول السطر، بيجيب لي أسئلة. Where do farmers work؟ أين يعمل الفلاحون؟ ممكن أقول farmers work in the agriculture habit، بيعملوا أو بيشتغلوا في البيئة الزراعية. Which plants grow in the agriculture habit؟ النباتات اللي بيزرعوها أو اللي بتنمو في البيئة الزراعية، ممكن نقول farmers grow vegetables and fruits، ونقول أمثلة. لو فتحت صفحة 244 هتلاقي الباراجراف، احنا خدنا فكرته. افتح الصفحة اقراه تاني ثم اكتبه لوحدك، واكتبيه لوحدك ما تنقلوش. اوكي، لو مش واضح اكتبه لنا في التعليقات. بيج 123 صفحة 123 تيست 6 الامتحان السادس او يونت 3 على الوحدة الثالثة. السؤال الأول لسن زي ما تعودنا، نسمع ونحل. We put a seed in the soil. The seed needs sunlight to grow. Sunlight and water to grow. The seed grows roots under the soil. Then it grows a shoot and gets taller above the soil. Finally, the fall plant grows leaves and flowers. يبقى السؤال الأول بسمع وحل. السؤال الثاني اختياري على كلمات الوحدة. شوز اختار. My father doesn't like، لا يحب أبي. The not of the city، يبقى ما بيحبش ضوضاء المدينة، يبقى noise ضوضاء. A daisy is not، هي flower زهرة. Ancient Egyptians used not to make paper، استخدموا ايه المصريين القدماء عشان يعملوا ورق؟ هتبقى بابايرس، ورق البردي. The sunflower dies، بتموت السنفلاور. And drops its، بتوقع ايه؟ seeds، بذورها. والعملية بتتكرر تاني. مجموعة كلمات أحطها في الأماكن المناسبة. My friend Slim، صديق سليم. Likes farms and plants، بيحب المزارع والنباتات. He likes the not color of the leaves، يبقى بيحب the green color، اللون الأخضر للأوراق. He likes، هو بيحب. To use the نقط، يستخدم ايه؟ To grow new plants، عشان يزرع نباتات جديدة. The seeds، بيحب يستخدم البذور عشان يزرع نباتات جديدة. He waters the plants، بيروي النباتات. Every day، كل يوم. The نقط grow under the soil، مين اللي بتنمو تحت التربة؟ يبقى اللي بينمو تحت التربة the roots، الجذور تنمو تحت التربة. My friend becomes very نقط when the plants grow flowers، صديقي بيصبح very happy، سعيد جدا، سعيد جدا عندما النباتات تتحول وتنمو إلى زهور. السؤال الرابع قطع عليها أسئلة. أمل lives in a village، تعيش أمل في قرية. Near the river، بالقرب من النهر. هنا near هيقول لي معناها أو عكسها، تحتها خط ومكتوب خط سميك، نخلي بالنا منها ونعرف معناها. Farmers الفلاحون grow many fruits، بيزرعوا الكثير من الفواكه. And the vegetables والخضروات there هناك. For us to eat، لينا عشان ناكلها. They grow vegetables، بيزرعوا الخضروات. Like onions، زي البصل. Tomatoes الطماطم. And rice وكمان الرز. Farmers grow fruits، يزرع الفلاحون الفواكه. Like apples، زي التفاح. And oranges والبرتقال. To أيضا. There are a lot of plants، يوجد الكثير من النباتات. Near the river، بالقرب من النهر. Plants near the river need a lot of water، النباتات بالقرب من النهر تحتاج إلى الكثير من الماء. بيج 124 صفحة 124 تشوز اختار. اختار على القطع. The underline word near means، نقطه. near بمعنى قريب، ان انا عايز معناها. means بمعنى تعني، يبقى close.
near بتساوي close، الاثنين بمعنى قريب. Farmers need نقط to grow plants and vegetables، بيحتاج الفلاحون لإيه عشان يزرعوا النباتات والخضروات؟ يبقى water، المية. Answer أجيب. Summarize the text in one sentence، لخص النص في جملة واحدة. ممكن أقول إيه؟ Farmers grow vegetables، يزرع الفلاحون الخضروات. And the fruits، والفواكه. For us، لينا. To eat، لكي نأكلها. السؤال الرابع، what do farmers grow، ماذا يزرع الفلاحون؟ هيبقى إجابته كبيرة شوية. هقول بيزرعوا الخضار زي البصل والطماطم والرز، وبيزرعوا الفاكهة زي التفاح والبرتقال. كل ده بيزرعوا. هقول زي grow vegetables، بيزرعوا الخضروات. Like مثل onions، البصل. Tomatoes، الطماطم. And rice، والرز. زي هما كده احنا اتكلمنا عن الخضار. زي grow fruits، بيزرعوا الفواكه. Like apples، زي التفاح. And oranges، والبرتقال. دي الحاجات اللي تم ذكرها فين في القطعة. السؤال الخامس صحح. The cheetah is the fast animal، لأ fastest. Fastest مقارنة بين واحد ومجموعة. The rose is the more beautiful flower، تبقى the most، هي الأجمل. دي برضو مقارنة بين واحد ومجموعة، بس دي في الصفة الطويلة. الصفة القصيرة لو رجعنا للشرح، المقارنة بين واحد ومجموعة بنحط قبل الصفة زي، بعد الصفة est. طب في الصفة الطويلة بين واحد ومجموعة بحط قبلها the most. The sunflower is the big flower، تبقى biggest، هي الأكبر حجما. Crocodiles are more dangerous of fish، لا more dangerous than، التماسيح أخطر من السمك. نرجع للقاعدة. السؤال السادس بنكتويت علامات ترقيم. Papyrus is an Egyptian plant، هنا ال B capital، ودي جملة يبقى في النهاية full stop. السؤال الأخير في الامتحان الثاني، The life cycle of a sunflower، اكتب باراجراف من 18 كلمة عن دورة حياة السنفلاور، شرحناها بالتفصيل وخدناها أثناء الشرح. نكتب العنوان في نص السطر بين علامات تنصيص، ونكتب الخطوات، خطوات دورة حياة السنفلاور. ولو فتحت وفتحتي صفحة 244 هتلاقوا الخطوات مكتوبة بالتفصيل. نفتحها نقراها ونكتبها، احنا شرحناها كذا مرة، ارجع لفيديوهات الشرح. بيج 125 صفحة 125، وامتحان لطلابنا طلاب الأزهر. السؤال الأول استماع زي ما متعودين. Farmers work in an agricultural habitat، they look after the trees، they grow plants like bean plants and orange trees، they sell some oranges to the supermarket. People need these plants to eat. يبقى ده السؤال الأول، بس الاستماع يبقى ثلاث نقط بس. السؤال الثاني محادثة ناقصة كلمات، ري منادى. In which نقط do you live، يبقى in which habitat، في أنه بيئة بتعيشي. قالت لها I live in an agricultural habitat، في بيئة زراعية. Which نقط grow in it، يبقى which plants، النباتات اللي بتنمو فيها. There are bean plants، في نباتات الفول. And orange trees، وأشجار البرتقال. السؤال التالت قطع عليها أسئلة، نقرأ القطع ونترجمها ونحل الأسئلة. آدمز جراند بيرنس، جد وجدة آدم، lived in the city، عايشوا في المدينة. But they didn't like it، بس ما حبوهاش. They didn't like the polluted air، ما حبوش الهواء الملوث. And the noise، والضوضاء. They wanted to have a farm، كانوا عايزين مزرعة. They decided، قرروا، to buy some land، يشتروا حتة أرض. They planted millions of seeds، زرعوا ملايين البذور. They used rainwater، استخدموا مية المطر. To water the seeds، عشان يروي البذور. They grew many fruits، زرعوا الكثير من الفواكه. And brought animals، وأحضروا الحيوانات. To the land، للأرض. They planted trees، زرعوا الأشجار. And the flowers، والزهور. At the end، في النهاية. They are very happy، هم سعداء. And they have a good life، هم بيقضوا حياة جيدة. Answer أجيب. Where did Adam's grandparents live، أين يعيش جد وجدة آدم؟ إن هنا كانوا يعيشوا فين؟ في المدينة. يبقى in the city هنا بمعنى أين عايشوا. They lived in the city. عايز تكتب Adam's grandparents lived in the city، ما فيش أي مشكلة. What did Adam's grandparents buy، هم اشتروا إيه؟ هقول They decided to buy some land،
يبقى they bought some land. عايز تكتب some land مفيش مشكلة. عايز تكتب زي هما بوت اشتروا تبقى في الماضي عشان ديد والباي تبقى بوت. هما اشتروا some land مفيش أي مشكلة. الاتنين صح. Adam's grandparents wanted to have an art. كانوا عايزين يبقى عندهم ايه؟ أكيد كانوا عايزين يبقى عندهم farm مزرعة. هما راحوا اشتروا حتة أرض وزرعوا ملايين البذور عشان كانوا عايزين يبقى عندهم ايه؟ مزرعة. طبعا حديقة لأ ومنزل لأ. They used the nut to water the seeds. استخدموا ايه عشان يروا البذور؟ استخدموا rain water مية المطر. They are very nut as they have a good life. هم سعداء لأنها عندهم حياة جيدة. شوز اختار. A snake الثعبان is the nut animal. Scariest animal أكثر حيوان إخافة. مخيف جدا. The sunflower طبعا دي مقارنة بين واحد ومجموعة في الصفة القصيرة قبل الصفة زاء وبعد الصفة EST. Sunflower dies بتموت and drops its وبتوقع seeds بذور والعملية بتتكرر. Tomatoes have not inside جوه الطماطم في ايه؟ في seeds برضو في بذور. يبقى النبتة او السنفلاور بتموت بتوقع ما ينفعش الجذور او التربة او النبتة. وهنا برضو الطماطم جواها بذور. Farmers grow nuts like oranges and lemons. الفلاحين بيزرعوا ايه؟ هتبقى فروتس فواكه زي البرتقال والليمون. I think اعتقد English ازاي تبقى ازاي easiest subject اسهل مادة مقارنة بين واحد ومجموعة. هنا اكتب Farmers grow a lot of food. Farmers grow يزرع الفلاحون a lot of food الكثير من الطعام. Plants need water to grow تحتاج. Plants need water تحتاج النباتات الماء. To grow لكي تنمو. I have the heaviest bag أنا عندي أثقل شنطة. دي فول ستوب. Where do you live؟ أين تعيش؟ What is the most beautiful flower؟ ما هي أجمل flower؟ What is the most beautiful flower؟ وبكده يبقى خلصنا امتحان امتحانات يونت 3 الوحدة الثالثة على منهج كونكت 4. امتحانين زائد امتحان لطلابنا طلاب الأزهر. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.